اهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من باندو رياكشنز، معكم الباندو شخصيا. حلقة اليوم مثل ما شفتوا بالثمنيل هي عن غنية ابا باب لا بلي دوغ فيتشرينج كلاي. رجعنا على الراب التونسي، تراك ابا باب نزلت من اسبوع، عاملة ارقام كتير حلوة. الشخصين اللي على التراك انا سامعهم قبل برياكشن اللي عملتها على راديو اي اف ام، وكلاي رجعت عملت له رياكشن على وردة الموت. بليدوك بعتقد هو الشخص اللي براديو اي اف ام بالفريستايل هو اللي قال عسل البوسي احلى من عسل النحلة. يمكن بعتقد هو اللي قاله، هذا بار والله كتير عجبني. اليوم ان شاء الله رح ينزل كذا حلقة على الشانل، بدنا نظبطكم شوي هلأ لانه غبنا فترة ولازم نرجع نعلي المستوى شوي، لانه بتعرفوا بس يغيب الباند والمستوى بينخفض، المستوى تلقائيا بينزل، ما في حدا يخلي المستوى فوق، بس انا روح خلاص بتحس العالم عم تبكي. عم بمزح يعني، مش عم بمزح بشوي من اللي قلته. قبل ما نبلش اكيد اذا عم تحضروني وعجبكم الكونتنت بليز اهم شيء سبسكرايب لايك وكومنت عشان تساعدوا بانتشار الفيديو، وخلونا نبلش بالرياكشن. بلي دوغ كلاي، فرجونا شو عندكم. هلا اكيد يمكن ما افهم كل شيء، او على الارجح ما رح افهم معظم التراك، بس انه خلص غني التراك فيك تنبسط فيها بلا ما تفهم عن شو عم تحكي. ابا باب Alright. هم قالوا ليلة في بلاد الخرتيلة، سب نجيب فلوس على راس حكومة زبالة، حكمونا بالطبعة قص امك والصبعة، دنيا هاي مسحبة روحي الليلة مضبعة. اي ناري نارية لا كاريكي كارية، حشيتو مانيش لاهي بيك اسمك مش في بارية، في بالي ما راها حد قالها نحبك نكتر عد، ناوي على الخايب الحبايب لك شبابك لي نرقد. عشقو توبي ما عرفوش حالف الخذ يا تونس. الفلو طبعه رهيب 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 رهيب، الفلو طبعه كتير حلو. طريقة غناء صوته يعني هيك لذيذ مهضوم لحد هلا رواء وهي يعني فايب التراك حلو، مع انه مثل عم يحكي عن اشياء عن جد واقعية، عم ينتقد السلطة وعم ينتقد اشياء ببلده، بس الغنية الفايب تبعها شيء مختلف، فعم يعطيك شيء هيك يعني، عم يعطيك هيك موضوع بهيك نوع موسيقى، وهذا شيء مش دائما بتلاقيه موجود يعني. شغله حلو ابنك مش لابق لي نرقد. عاشقو تومي ما عرفوش صومي حالف الخذك يا تونس حتى لين ترومي، سكرتي تراح قومي اختر برج الرومي، مو قالو الزون توريستيك في سبخة السيجومي، حكمو ناس ولا لا مجتمعنا حالا لا، حبسة وتمركي وتليك في النوم كلك ولا لا، بلاد الفقر بطالا لا غورك تافش على لا، نخلع باب المجلس نظلم على النواب ببالا لا، شافل لما ما عندي كعبة مدرني شاد براسي ولي نزل طيب جابة، هوني بلاد مارك البرودوسر مجنون البيت ميكر ما بعرف اذا هو زيته البرودوسر، بس نناتهم مجانين. كل عيشة صعبة ما نقولنا اللي مصبرنا هوني كان اللعبة. أبا باب 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 مجتمع تحت الدنك في بلاد خارب. أبا باب 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 عريان الهيرو في دو ختم يعشق ناس خراب. ملا أبا باب 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 يا مجتمع. لحظة لحظة صبرنا هوني كان اللعبة. أب باب 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 مجتمع تحل الدنك في بلاد خارب. أب باب 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 عريان الهيرو في دو ختم يعشق ناس خراب. ملا أب باب 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 يا مجتمع الحكومة فوقك قاعدة تعمل فساد. ملا أب باب 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 حل تيك توكك ويش معايا خرشة بعوهم ساد. تخيلوا صوت بليدوك نصبر بيجي صوت كلاي اللي هو ايش صوته هيك غريب، صوته مثل كأنه واحد دايما عنده بلغم، ما بعرف كيف بيخلي كيف بيقدر يكون عنده هالصوت كل هالوقت، بس الكورس رائع عن جد. ملعب باب 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 حل تيك توكك ويش معايا خرشة بعوهم ساب. ربي كتب جينا في بلاد الخزع بلاد نويب ونقب شدوناك وهدوا كل بلاد نصب فرير 3000 سنة حضارة الشاب في سرمير حومنا في لازم اكو هد كل بلاد نصب فرير 3000 سنة حضارة الشاب في سرمير. شو عم بكذب هيدا اللي حامل الصندوق؟ شو الصندوق مخزون من تحت؟ الصندوق فاضي شو عم تحمل؟ ولا هل هن عم مقصودة هاي الحركة وهن عم بيحاولوا يخبرونا شيء انه عم يعملوا حالهم عم يشتغلوا بس هن ما عم يعملوا شيء؟ ممكن يكون هيك، ممكن تكون شغلة حلوة. زرمير حومنا في سوق الفيضانات بلاد السخافة يحبوا الرابينهم بالضفة
وين الحرية خرافة ديهوني شعب ميت حيلة فما فن وثقافة دومين اتعبى جحافة دي جيبوا نسبي العرافة اللي قالت تونس كي دبي ما لقاموا ما لفاي دير عليهم مذبية بعيني ريت مجربة في تونس نصب للبولي سياك وكالق تمر اي روحانية تصبح وعشية الدنيا اللي غرتكم حومة دي ما حشتي منها بشي دولة حمالة بالحطب ما سلكها كل هرب لي يطلموا فيك ويطلموا فيك ينيك فيهم ابو الغضب في بلاد تكرك بفلوب قموله قلت في يا رب الكورة تحل على بعضها ما لساعة بابا دولة القمع والردع وين اصبح حي كل فيرس فيرس بليدوغ ولا خصوا بفيرس كلاي واثنيناتهم بعقده وفلوز مختلفين مش انه على نفس الفلو يعني غير انه صوته غير فلو غير طريقته غير وبرجع بقول الموضوع كتير مختلف عن فايب الغنية بس هيدا شيء حلو يعني هيدا شيء انت ممكن تسمعه دايما يمكن هن استعملوا هيدا الطريقة انه هيدا النوع من التراكس انت ممكن تسمعه بكل المطارح يعني شيء بشكل مستمر بس بنفس الوقت عم بيخبرك شيء له معنى عم بيحاول يوصل لك شيء من خلال هيك نوع تراك عشان تضلك عم تسمع يمكن حلو كتير صراحة قلت في يا رب الكورة تحل على بعضها ملا ساعة بابا دولة القمع والردع وين اصبح حية وزارة شعب في بعضه يقطع كل شي عيش في سطرة هو فشقة في مرضع بعد ما حبلها قطع وهي التوى تغني له يا حبيبي يا ترى هابي ليجا جسمو سكتك عماري اللي قال لقني لك بلو خليني في حالي هم قالوا وقت اخذ البو بطل امر غير شعرية شعلة نارية فروخة كراتي وصومبا يتكوني كين بينا رجل هذا ترومبا يقل سويني يطر حتى للكومبا كيري كين نسرقو في موسيقى بومبا من الأمريكين ما تقلي خلصت لا 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 عطيني بعد كورس لا 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 كنت ناطر قول بابا 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 با يا الله لحظة بدي ارجع معاش بدي خلص لحظة بلا معلق برجع بسمع الكورس بعد مرة ما بيأثر لحظة وين كان هون حبسة وتمركي وديك في النوم كلك ولا لا جد الفقر بلا لا غورك تافش على لا نخلع باب المجلس نظم على النواب بلا لا شراب لما ما عندي لحظة باب باب كنا اللي مصبرنا هوني كان اللعبة What you say باب 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 مجتمع تحل الدنك في بلاد خارب باب 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 عريان الهيرو في دو خاتم يعشق ناس خراب ملا باب 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 يا مجتمع الحكومة فوق قاعدة تعمل فصل ملا باب 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 حل تيك توك كويس معايا خرشة بعوهم ساب ربي هيك كان لازم تخلص هيك كان لازم تخلص كان لازم تعيدوها لهاي بس يلا معلي خلص معلي بابا 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 با بليدوغ كلاي يعني انتو بتعرفوا يعني مش شيء غريب عليكم خاصة اللي بيحضرني على الرياكشنز مثلا لأغاني لبنانية وأغاني سورية وأغاني بفهم لهجتها أكتر عن لما أعمل رياكشن على شيء تونسي أو ليبي بتعرفوا انه في فرق لأنه أنا كتير بحب أفهم عن شو عم ينحكى أو بحب أوقف عند بارز حلوين بالراب التونسي والليبي مثلا ما بفهم كتير فما بكون كثير مرتاح بالرياكشن او ما بعطي افضل ما عندي بالرياكشن ولكن هاي اول مره بنبسط عن جد هالقد بتراك انا ماني فاهم معظمه فهمت يمكن الفكره فهمت شو عم بيحاولوا يعملوا بس انه كان عم بحكي بار بار ما فهمت كثير اشي التراك كثير كاتش كثير بتنبسط انت عم تسمعها كثير ممكن تعيدها يعني ممكن حدا بيحكي انجليش ما بيحكي عربي حتى يسمع هيك تراك لانه الفايب تبعها كتير حلو بليدوغ مع كلاي خلطه ناجحه كل واحد عنده ستايل وكل واحد عنده شيء يعني ما عم تسمع نفس الشيء بالتراك عم تسمع شغلتين كتير غير يعني شخصين كتير غير بس بنفس الوقت الخلطه مع بعض كتير حلوه وبرجع بحكي عن صوت كلاي هذا صوت ما بعرف كيف شو عامل هو بحنجرته ولا صار هيك يمكن عامل له شيء بس روعه بليدوغ كلاي يعطيكم الف عافيه وان شاء الله بعد نشوف اشياء احلى واحلى منكم اذا عجبكم هيدا الفيديو بليز لايك سبسكرايب وشو صملات بالكومنتس فولو مي على انستغرام وتويتر موجودين بالديسكريبشن كان معكم باندو بيس اوت